أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. الاختبار التجريبي 16 في أسئلة المعلومات العامة والثقافية، والتي تأتي منها أسئلة في امتحانات مسابقة 30,000 معلم. سؤال رقم 1: من هي عاصمة أستراليا؟ كانبرا، سيدني، نيوكاسل، بيرس. الإجابة هي كانبرا. سؤال رقم 2: من هو أول رئيس لأمريكا؟ جورج بوش، بيل كلينتون، جورج واشنطن، جيمي كارتر. الإجابة هي جورج واشنطن. سؤال رقم 3: كم بوصة في اليارد الواحدة؟ 30 بوصة، 33 بوصة، 36 بوصة، 39 بوصة. الإجابة هي 36 بوصة. سؤال رقم 4: متى وقع أول زلزال في العالم؟ عام 5 للهجرة، عام 10 للهجرة، عام 15 للهجرة، عام 20 للهجرة. الإجابة هي عام 20 للهجرة. سؤال رقم 5: من هو أول شخص عرف السر التاريخي المهم من حفر قناة السويس؟ الخديوي إسماعيل، أبو ريحان البيروني، فاسكو دي جاما، جمال عبد الناصر. الإجابة هي أبو ريحان البيروني. سؤال رقم 6: برع العلماء العرب في العديد من المجالات، فما هو أبرز أولئك العلماء الذي اهتم بدراسة النباتات؟ ابن البيطار، ابن سيناء، ابن النفيس، ابن رشد. الإجابة هي ابن البيطار. سؤال رقم 7: نقط هو إحدى أنواع الطب الذي يهتم بالجانب الفيسيولوجي لدى الإنسان ودراسة الأعضاء وخصائصها وأدائها في تأدية وظائفها. الطب النفسي، الطب البشري، الطب الفيسيولوجي. الإجابة هي الطب الفيسيولوجي. سؤال رقم 8: كم يبلغ طول الاثنى عشر من معدة الإنسان؟ يتراوح ما بين 15 إلى 20، يتراوح ما بين 20 إلى 25 سنتيمتر، يتراوح ما بين 25 إلى 30 سنتيمتر، يتراوح ما بين 30 إلى 35 سنتيمتر. الإجابة هي يتراوح ما بين 20 إلى 25 سنتيمتر. سؤال رقم 9: في أي وقت يبدأ الجنين في استشعار صوت الأعضاء ببطن أمه؟ في بداية الشهر السادس، في بداية الشهر السابع، في بداية الشهر الثامن، في بداية الشهر التاسع. الإجابة هي في بداية الشهر السادس. سؤال رقم 10: ما هو علم الهيستولوجي؟ علم دراسة النبات، علم دراسة الأنسجة، علم دراسة المناخ، علم دراسة الحيوان. الإجابة هي علم دراسة الأنسجة. سؤال رقم 11: ما هو أعلى جبل في أفريقيا؟ جبل كلمنجارو، جبل موسى، جبل سانت كاترين، جبل كينيا. الإجابة هي جبل كلمنجارو. سؤال رقم 12: من هو أول رئيس جمهورية في تركيا؟ عبد الخالق ريندا، عبد الله غول، مصطفى كمال أتاتورك، جمال كراسل. الإجابة هي مصطفى كمال أتاتورك. سؤال رقم 13: من الذي قام بتشخيص التهاب الزائدة الدودية لأول مرة؟ هاري هانكوك، توماس إديسون، إليزابيث بالكوير، مجدي يعقوب. الإجابة هي توماس إديسون. سؤال رقم 14: لأي تصنيف تنتمي ثمار الموز؟ الحمضيات، الموارح، النشويات. الإجابة هي النشويات. سؤال رقم 15: ما سعة جسم الإنسان من الدم؟ 6 لترات، 7 لترات، 8 لترات، 9 لترات. الإجابة هي 6 لترات. سؤال رقم 16: ما هو بحر الظلمات؟ المحيط الهادي، المحيط الهندي، المحيط الأطلسي، البحر الأحمر. الإجابة هي المحيط الأطلسي. سؤال رقم 17: ما هو أطول نهر في العالم بعد نهر النيل؟ نهر جوبا، نهر الأمازون، نهر الرين، نهر الدانوب. الإجابة هي نهر الأمازون. سؤال رقم 18: كم عدد صمامات القلب؟ 3 صمامات، 4 صمامات، 5 صمامات، 6 صمامات. الإجابة هي 4 صمامات. سؤال رقم 19: ما هي أقوى أنواع الحجارة
الذهب، الفضة، الألماس. النحاس. الإجابة هي الألماس. سؤال رقم 20، ما هو الفيتامين المسؤول عن تقوية نظر الإنسان؟ فيتامين ألف، فيتامين ب، فيتامين جيم، فيتامين دال. الإجابة هي فيتامين ألف. سؤال رقم 21، السبب في ظاهرة المد والجذب هو جاذبية القمر للأرض، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 22، أين توجد جبال الأطلس؟ شمال مصر، شمال الجزائر، شمال تونس، شمال المغرب. الإجابة هي شمال الجزائر. سؤال رقم 23، ما هو العنصر الكيميائي المنتشر في جسم الإنسان؟ ثاني أكسيد الكربون، الهيدروجين، الأكسجين، النيتروجين. الإجابة هي الأكسجين. سؤال رقم 24، عنصر إذا تواجد في الحليب أصبح وجبة متكاملة الغذاء؟ الحديد، المغنيسيوم، الكالسيوم، الفسفور. الإجابة هي الحديد. سؤال رقم 25، كم عدد الأحبال الصوتية في جسم الإنسان؟ 3 أحبال صوتية، 4 أحبال صوتية، 5 أحبال صوتية، 6 أحبال صوتية. الإجابة هي 4 أحبال صوتية. سؤال رقم 26، ما هي عاصمة موريتانيا؟ دكار، أكرا، أديس أبابا، نواكشوت. الإجابة هي نواكشوت. سؤال رقم 27، أين يوجد جبل الطور؟ شبه جزيرة سيناء، الرباط، دمشق، وهران. الإجابة هي شبه جزيرة سيناء. سؤال رقم 28، ما هو المعدن الذي يتميز بخفته؟ البوتاسيوم، الريديوم، الليثيوم، اليود. الإجابة هي الليثيوم. سؤال رقم 29، ما هو أغلى المعادن الموجودة على الكرة الأرضية؟ البوتاسيوم، الراديوم، الليثيوم، اليود. الإجابة هي الراديوم. سؤال رقم 30، أين يوجد الجبل الأخضر؟ المغرب، موريتانيا، جزر القمر، سلطنة عمان. الإجابة هي سلطنة عمان. سؤال رقم 31، ما هو الهرمون الذي تفرزه المعدة في جسم الإنسان؟ هرمون الجسترين، هرمون الاستروجين، هرمون التسترون، هرمون الثيروكسين. الإجابة هي هرمون الجسترين. سؤال رقم 32، الاسم العربي للإنزيمات هو الخمائر، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 33، جزيرة يطلق عليها لقب جزيرة الجمال هي جزيرة جرينلاند، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ. التصحيح جزيرة كورسيكا بفرنسا. سؤال رقم 34، أين توجد أعلى الشلالات في العالم؟ تشاد، الكونغو، فنزويلا، فرنسا. الإجابة هي فنزويلا. سؤال رقم 35، الصحابي الجليل الملقب بالصديق هو سيدنا عمر ابن الخطاب، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ. التصحيح سيدنا أبو بكر الصديق. سؤال رقم 36، ما هي أول دولة استخدمت الطوابع؟ بريطانيا، أسبانيا، أمريكا، ألمانيا. الإجابة هي بريطانيا. سؤال رقم 37، ما هو متوسط وزن الأسد بالكيلوجرام؟ من 10 إلى 40 كيلوجرام، من 25 إلى 50 كيلوجرام، من 30 إلى 70 كيلوجرام، من 70 إلى 100 كيلوجرام. الإجابة هي من 30 إلى 70 كيلوجرام. سؤال رقم 38، كم يزن وزن فرس النهر؟ طن، 2 طن، 3 طن، 4 طن. الإجابة هي 2 طن. سؤال رقم 39، كم يصل عدد أسنان الجمل؟ 31 سنة، 32 سنة، 33 سنة، 34 سنة. الإجابة هي 34 سنة. سؤال رقم 40، ما هو أصل كلمة أطلس الذي تطلق على كتاب الخرائط؟ مصري، يوناني، أمريكي، بريطاني. الإجابة هي يوناني. سؤال رقم 31، من هو الصحابي الجليل المرقب بالفاروق؟ سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر ابن العاص، سيدنا عمر ابن الخطاب، سيدنا علي ابن أبو طالب. الإجابة هي سيدنا عمر ابن الخطاب. سؤال رقم 42، حيوان لا يشرب الماء؟ الكنغر البري، الدب، الثعلب، الأسد. الإجابة هي
الكنغر البري. سؤال رقم 43، الاسم الحقيقي للمتنبئ هو أحمد ابن الحسين، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 44، ما هو لون الرئتين السلمتين؟ أبيض، وردي، أسود، أزرق؟ الإجابة هي وردي. سؤال رقم 45، ما هي المدة التي استمرت الخلافة العثمانية في حكمها؟ 100 عام، 200 عام، 300 عام، 400 عام؟ الإجابة هي 400 عام. سؤال رقم 46، يمتلي جسم الإنسان بالعديد من الغدد، فما اسم الغدة الأكبر حجما؟ الكبد، الغدة الدرقية، الغدة الصنبرية، الغدة القزارية؟ الإجابة هي الكبد. سؤال رقم 47، ما هو الاسم القديم للمحيط الأطلسي؟ بحر العرب، بحر الميت، بحر الظلمات؟ الإجابة هي بحر الظلمات. سؤال رقم 48، عالم مصري حاصل على جائزة نوبل، أحمد زويل، طه حسين، محمد أنور السادات، نجيب محفوظ؟ الإجابة هي أحمد زويل. سؤال رقم 49، ما هو مقياس سرعة السفن؟ الجول، الديسيبل، العقدة، ريختر؟ الإجابة هي العقدة. سؤال رقم 50، ما هو الحيوان الذي يسمى البهنس؟ النمر، الأسد، الفيل، الجمل؟ الإجابة هي الأسد. سؤال رقم 51، اسم بيت الدجاج هو قن، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 52، ما هي المعركة التي سماها المسلمون فتح الفتوح؟ مرج دابق، نهاواند، القادسية، عين جالوت؟ الإجابة هي نهاواند. سؤال رقم 53، ما هي أقصر دول العالم إنتاجا للفول السوداني؟ الصين، الهند، روسيا، فرنسا؟ الإجابة هي الصين. سؤال رقم 54، ما هي أول دولة خارجية ظهر فيها البترول؟ سنة 1932 ميلاديا؟ البحرين، السعودية، مصر، العراق؟ الإجابة هي البحرين. سؤال رقم 55، ما هي الدولة العربية التي يمر بها خط الاستواء؟ السودان، المغرب، الصومال، الجزائر؟ الإجابة هي الصومال. سؤال رقم 56، ما هي الدولة التي تتكون من مجموعة من الجزر تشبه الهلال؟ تشاد، موريتانيا، أفريقيا الوسطى، جزر القمر؟ الإجابة هي جزر القمر. سؤال رقم 57، ما هي عاصمة بولندا؟ وراسو، نيودلهي، لاهاي، أقرا؟ الإجابة هي وراسو. سؤال رقم 58، متى وقع صلح الحديبية؟ عام 3 هجرية، عام 4 هجرية، عام 5 هجرية، عام 6 هجرية؟ الإجابة هي عام 6 هجرية. سؤال رقم 59، متى قامت أمريكا بأول رحلة فضائية؟ 1960 ميلاديا، 1962 ميلاديا، 1964 ميلاديا، 1966 ميلاديا؟ الإجابة هي 1962 ميلاديا. سؤال رقم 60، متى كانت غزوة خيبر؟ 5 هجرية، 6 هجرية، 7 هجرية، 8 هجرية؟ الإجابة هي 7 هجرية. سؤال رقم 61، ماذا يسمى صغير الضفدع؟ أتان، شبر، برص، شرغوف؟ الإجابة هي شرغوف. سؤال رقم 62، ما الغاز الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية في الغلاف الجوي؟ الأوزون، النيتروجين، الأكسجين، الهيدروجين؟ الإجابة هي الأوزون. سؤال رقم 63، ما هو الغذاء الأساسي لثلث سكان العالم؟ الفول، العدس، الأرز، الفريك؟ الإجابة هي الأرز. سؤال رقم 64، ما هو عدد الأقمار التي تدور حول كوكب المشتري؟ 13 قمرا، 14 قمرا، 15 قمرا، 16 قمرا؟ الإجابة هي 16 قمرا. سؤال رقم 65، ما هو الكائن البحري الذي يتواجد له 8 أرجل؟ الأخطبوط، الصرصار، النملة، العنقبوت؟ الإجابة هي الأخطبوط. سؤال رقم 66، كم عدد الناجين من غرق سفينة تايتانيك؟ 704، 705، 706، 707؟ الإجابة هي 706 ناجي.
سؤال رقم 67، أقدم قصر في العالم؟ قصر فرساي، قصر غمدان، قصر القبة، قصر البارون. الإجابة هي قصر غمدان. سؤال رقم 68، من هو صاحب كتاب إحصاء العلوم؟ الغزالي، الخوارزمي، الفارابي، ابن سينا. الإجابة هي الفارابي. سؤال رقم 69، ما نظام الحكم في دولة كولومبيا؟ جمهوري، ملكي، فدرالي، إمارة. الإجابة هي جمهوري. سؤال رقم 70، ما هو الغاز الذي يستعمل في إطفاء الحرائق؟ غاز الأكسجين، غاز النيتروجين، غاز كلوريد الصوديوم، غاز ثاني أكسيد الكربون. الإجابة هي غاز ثاني أكسيد الكربون. بعد كده نضغط على إرسال ونضغط على عرض النتيجة. هتظهر معاكم النتيجة زي ما انتم شايفين كده. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا عمل اشتراك لقناة العالمي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.